السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على نقولوا باللي في رساله لاصحاب الحسابات المزوره والمبردعه، ناس تاع تزوير تاع تبرديع، يعني كاع صوالح يكذبوا، يعني يكذبوا كذبه يقعدوا مأمنينها، يكذبوا يقعدوا مأمنينها، يكذبوا يقعدوا مأمنينها. بالتالي كاع خويا كيما مشاكرة دار فيديو لايف قاعد مع صحابو يفطر صحابي هاكا قاعد يفطر، هيا قال لهم راني مع 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 مع, مع, مع الوثائق والمحاميين راهم معايا ومنا ومنا، كيما ذاك ابو زرطة تاع مصر هذاك كل خطا يجيب لكم واحد يقول لكم استاذ محامي غادي يقول لكم ذوق لبار الرجاء، تاع الرجاء ما يحلبوك صاحبي، يعرفوك كي داير. وين نعاودو نولو نتكلمو على أصحاب الحسابات المزورة والمبردعة، ما أكثركم يا مبردعين. وكان الحاجة اللي في رمضان وكان خلعت هذاك كيسمو هذاك دحمان مشاكرة هذوك الأهيرة تاع اليوتيوب، يعني قاعدين يقصروا عليكم يلبوا عليكم نورمال خويا، مع التالية دير لكم قال لكم خاطئين احنا ما شفناش ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر وما يكذبوا عليكم، على فكرة قال لكم احنا ما شفناش ما شفنا احنا خاطئين عندنا ذراري احنا، ومن بعد قلبوها لكم على بالشيخ ومن بعد قلبوها لكم على الاتحادية ومن بعد قلبوها لكم أيا بلا ما تجي الشامبيون يقلعوا الشامبيون نورمال ما كان والو خويا. رسالة لأصحاب مزورة يعني حسابات مزورة وتبرديع، حديث لما كانت الفاف قوية، يعني كان السيد الحاج محمد راوراوة المقر الذي بني تاع الاتحادية، هذا المقر هذا باش يكون على بالكم، هذا المقر تاع الاتحادية الجزائرية، هذا المقر شوفوا فيه، هذا المقر نقولوا لكم كيفاش بني، شكون اللي بني بأموال لم تذكر في حصيلة المالية، لأن في الأموال مواد البناء هدية من الفيفا، يعني أما الشركة التي قامت بإنجاز مقر فلم تأخذ ولا سنتيم من الخزينة الفاف، بل مقابل كان عبارة عن وضع لوحة إشهارية مكتوب عليها اسم الشركة في ملعب الشهيد مصطفى شاكر بمناسبة مقابلات التي كان يلعبها المنتخب الوطني، وهكذا تمكنت الفاف من بناء مقر ضخم دون انفاق ولا سنتيم من خزيناتها. هذا هو التسيير، ها كيفاش احنا رانا كل يوم نجيب لكم كيفاش الحاج على هلم الدراهم بالذكاء. اي راكم تهضروا على واحد 60 مليار، تهضروا على 60 مليار في الشهر، اي ما يقول لكم اموال تاع الفيفا تاع البناء تاع لوتيل الارض اللي كان شاريها الحاج محمد راوراوة في ديال ابراهيم، يعني مقيومة حسابيا ضروك ب 150 مليار، يعني بانتو مكاشي تاش صوالح، هاكا واش صوالح كانوا يكذبوا عليكم. تعقلوا نهار لي وراو لا ديريكسيون هذيك تاع ديال ابراهيم داروها لا ديريكسيون، دارها لا ديريكسيون واحد الشركة تاع كبيرة لا ديريكسيون تاع حداد، هذيك الارض اللي كان شاريها الحاج، يعني كان بالفيفا وكلش، وجاب تاع يسموه ميلف جول اللي من 2017 ولاو يديروا ما يعرفوش كيفاش يعمروا الميلف، هيا الفيفا ترسل لهم تقول لهم انتوما بيتخونوا ولا بيتبنوا ولا شنو بيديروا فهمونا. اما لا هذيك الارض داها حداد، دارها لا ديريكسيون تاعو الشركه المقر يعني تاع الشركه تاعه الإدارة كما نقولوا حنايا، إدارة تاع الشركة تاعها فما كداها،
واستدلكم بنيكم الزنك ومن بعد استقال في طول يوهموا الغاشي قال لك باللي بيدير سونت فورماسيون الاتحاد العاصمه وين راه سونت فورماسيون ويا وين راه اي قولوا لي وين راه اي نتوما تعرفوا تعقلوا عليها بالصوره والصوت ومنه واقفين ويقطعوا في الحاشيه ومن بعد شادير بنا مقر تاعو في 2017 سهلة مهلة كل سهل صابوا كلش واجد صابوا كلش واجد أي هذا المقر تاع الاتحادية الجزائرية للحاج دايلا إشهار صحيح ويرحي إشهار وبعد يجيك الأزرق ود الحمام الأزرق ود الحمام يهدر في الحاج أي هذا الحاج كان مام لي زونترينير كي يخلصوا ماشي الحاج يخلصهم تخلصهم موبيليز قال لك الحاج كان يجيب اللعابة يعطيهم أموال طائلة كذبوش على الشعب وراكم تهضروا في هضروا الحاج كانوا الإشهارات هما اللي يعطوا اللعابة دراهم ما التالي كاع حاج كانوا يعطوا إشهارات يعني كانوا الإشهارات كان يتابع الجواري بالإشهار يشوف له إشهار يعطيه دراهم يعطيه شكارة الله يسهل عليه يحوش عليه مهم يعطيه إشهار في ليكيب ناسيونال ما التالي كان يخدم كيما هاك ماشي هو يجبد من الإتحادية نتوما ما جبتوش اللعابة نتوما ما جبتوش اللعابة ما عطيتهم إشهار ما جبتو اللعابة ما خطيتهم الدراهم من الاتحادية باش تجيبوهم وكملتو الدراهم باش يكون في عندكم موبيليز راهي قلعت الإشهار تاعها للمدرب اللي كان دايرلكم موبيليز أو علاه ما قالكمش عيدكم مبروك في العيد الصغير ما قالكمش عيدكم مبروك ما قالكمش خاطر كان يدير إشهار للموبيليز تاع عيدكم مبروك 4 مليار 5 مليار حنا راهي سهل عليها هما قلعوها له صاي قلعوها له اشهار قلعوها له كانوا دايرين معاه اشهار تتاهل تقعد ما تتاهلش ما تتاهلش نقلعوا اشهار النهار اللي خسر لو 29 مارس قلعوا له اشهار تاعو هذه هي باش يكون في عينكم بصح مازال دراما كاين اللي شاكوا كلشي على هذيك نقول لكم بلي اودي الناس كانت على رانا كل خطره نجيب لكم حاجه انا يومين نجيب لكم حاجه الناس على كانت باغيه الممثل تاعها داروا ممثل تاعهم دروك ما عندهمش ممثل دروك الجماعه تاع الفيرما ما عندهاش ممثل كانوا شادين في زبزاف ما كان زبزاف الا اللي قاطي حادي قاطي بابا علي تسمعوا الاغنيه تاع بابا علي تعقلوا مي كنت ندير لكم كيما هاك افتحها افتح هذيك هاك عقليها هاكم عاقلين عليها غادي تجي وجميع لي دا سنتيم غادي يفوت مكان لا خط لا خط زرق لا خط ابيض لا كاع الناس غادي كلش كاع الناس بتوع الشعب الجزائري يعرف بتوع هذا الشعب هذا بتوع يعرف الحقيقة بتوع يحفظ الدرس باش يحفظ الدرس هذه كاع دروس ليكم خاطر انا جايين في انا جاي وقت اصعب من هذا الوقت انا غادي ندخل واحد غادي جاي واحد الوقت صعيب من هذا الوقت اللي رانا فيه هيا فيتو تحفظوا الدروس ماشي اللي يجي يحط عليكم برد عا ويقعد يمشي يهدر لكم على الشهداء يهدر لكم المجاهدين يهدر لكم على السيكونتويت يهدر لكم على من ويهدر لكم من ويهدر ماشي اللي يجي يحشيها لكم ماشي اللي يطيح شويه دموعه يعبس يقعد يعبس عليكم وفايت كاش نحفظنا الدرس من 92 وحنا نحفظوا في الدروس كاين اللي يحفظ الدرس وكاين اللي ما حفظهاش كيما غنى الشاب خالد البركه دارت جنحين طارت علات كاين اللي مسكين ولا يرقص يقولوا الشاب خالد خرج واحد الاغنيه تاع كي دايره وكاين اللي فاق وكاين اللي فاق ضرب الكابه طياره هذه هي هادي باش يكون على بالكم برك هذا مكان
كلش يجي في وقته. وين الحاجة اللي ينقر على المليار اللي كان يروح من تحت تحت، ولي شاك اللي راهم سنين شكون اللي داهم، لي شاك لي شاك قدامنا يخرج رئيس الفيلم السابق سنيه ولي شاك عطاهم الواحد، وشكون شكون علاه علاه كاين بزاف. وانا نقول لك رئيس الفيلم السابق انت اللي غادي تخلص صاحبك، انت اللي غادي تخلصه، مشاريع عليك ديهم غادي الدوله تديهم تعطيهم لصاحبك، الا بغى يصدق عليك يصدق عليك. اوليلا اوليلا قولوا المشاكره اوليلا.